مش عارفين نعمل ايه بقى في الليله اللي فيها دي. ونجا كابتن الله يسهل لك. ايه اللي هيسهل لك؟ انا بشحت منك يعني؟ وده شكل واحده شحاته في ايه؟ في امور يا ستي. انا عايز اروح الموقف. موقف ده بعيد جدا، وايه اللي جابك هنا؟ اصلا يعني مش من هنا وتايهه وعايزه اروح الموقف. عايزه تروحي فين؟ ما هو باين من اللهجه. طب ما هو ما دام باين من اللهجه بتسالني عايزه تروحي فين ليه؟ عايزه تروحي فين؟ طيب يا ست قولي لي وانا اركبك. يعني بورسعيد. بورسعيد؟ طيب خلاص استنى عربيه، اي عربيه تيجي دلوقتي على سكتي انا كده ولا كده بعدي على الموقف. يعني هي العربيات هتعدي من هنا؟ اه والله العظيم هتعدي من هنا. استني هنا واقفه بقالي 3 ساعات ما لقيتش ولا عربيه عدت. وبصراحه بقى الناس كانت رايحه جايه كده قدامي، بس انا عشان يعني واحده وحيده وكنت عايشه طول عمري بره مصر، فكنت يعني مكسوفه اسال اي حد. بس انا اول ما شفتك بقى لقيت كده السماحه على وشك. ايوه الموقف يا اسطى. ايوه يا ست الموقف. رايحين انا عايز اروح بورسعيد. كبر اطلعي انت بس، اطلعي انت بس. استنى يا ستي ما انا جاي معاكي. هو في ايه؟ ماشي يا اخويا اتفضل. اتنين يا اسطى نازلين. فين يا باشا؟ نازلين لاخر. معكش فكه؟ لا والله معيش فكه. لو سمحت يا استاذ واحد معاك. ماشي اتفضل، واحد معاك اهو كمان. برضه مفيش فكه؟ معيش فكه يا اخوي. يبقى فكها من اي حته وانت ماشي. شوفوا لنا فكه. والله يا جدعان لسه طالعين والله ساعه استباحه. يبقى فكها من اي حته وانت من اي سواق صاحبك حد. خلاص ما خليك بقى معاه لاخر برضه انت كمان يا اخويا. انا مش نازل للاخر. يا ست ما خلاص ما دفعت ليا وليكي بقى، خلاص حاجه بسيطه يعني. يا سلام عليك والله العظيم ما عارفه اقول لك. هي دي فعلا جدعان المصريين في الغربه. قال لي صح والله. تاني غربه؟ معلش بقى، ما انت عارف اصلني مش من هنا. انا اصل انا كنت قاعده عمري كله بره يعني، ولسه نازله هنا والله. الا قول لي صح، هو انت اسمك كريم ايه؟ انا اسمي حسن، شغال محامي. افوكاتو يعني؟ اه والله العظيم يا استاذ حسن، عارف انت الواحد كده لما يبقى قاعد كده وتيجي حاجه كده على دماغه ما بقاش عارف يتصرف فيها. وانا راجعه في الطياره كان في موضوع شاغلني قوي، بس انت بقى ربنا بعتك ليا من السماء. والله العظيم الواد محمد ابن خالد مرات عم جوز ام مرات ابويا اتحبس. ايه الاوفر ده؟ اتحبس في ايه يعني؟ اتمسك في كمان. كمين ليه؟ كان معاه ايه ولا اتمسك بايه بالظبط؟ لا ده كان حاجه اصل ده غلبان جدا والله العظيم. ده اصل ده واحد ابوه وامه، وابوه بقى من زمان منزله ومطلع عينه في الشغل من هو عنده 7 سنين. يفضل كده رايح. وقعت ولا ايه؟ لا يا اخويا بعد الشر عليك يعني. اتمسك في كمان علشان كان نصي بطاقته. كان نصي بطاقته يا ست. اي حد يروح القسم يضمنه وهيعملوا عليه تحري وهيطلع على طول، مش قضيه يعني. يا سلام عليك يا استاذ حاج كده، والحكم اللي بتطلع من بقك والله العظيم الواد ده لو طلع يبقى لك الحلاوه. يا ست هيطلع ان شاء الله. يا ساتر اعوذ بالله. صباحك بوش مين النهارده؟ انا هو انت في حاجه مضايقه حضرتك يعني يا استاذ حسن؟ لا مفيش حاجه مضايقاني ولا حاجه. الجو جميل. بص مصر جميله ازاي يا القاهره ونيلها وطول ليلها واغانيها وبابابلها. يا جمالها. والله العظيم يا استاذ حسن اصل انا عايشه طول عمري بره يعني، بس انت عارف بقى هناك كده مفيش الالفه كده والوحده كده اللي بينا. هناك كده كل واحد في حاله. والله زي ما بقول لك كده، عارف انت لما زمان مفيش الكلام ده. انا اخويا هناك بقاله سنين وبيقول غير كده خالص. لا والله بقى ده بيضحك عليك بقى. ده انا عايشه هناك بقالي يجي 100 سنه. ده انا لفتها ولايه ومحافظه. ده انا عشت احلى ايام حياتي في بورتو. لا يا طنط اسمعي طنط بس. يا ماما خليكي في حالك، انت واقعه من مين انت سكتي؟ ايه ده؟ الناس دي اللي بتتدخل كده في حاجه اللي هي ملهاش فيها. انا مش عارفه في ايه. فعلا يا ده انا وحشتني والله بورسعيد. ده حتى نفسي هفاني على سمك وجمبري. ايه ده جمبري؟ ايه ده السراستير ده زي اللي بياكلوه هناك في الصين وبيجيب لنا الامراض. امال لو دقت لحم القرش هتعمل ايه؟ قرش؟ امال انتوا فاكرين ايه؟ اصل الواد اخويا ابراهيم كيف بقى ان هو ينزل يشوي في الميه، فخد صحابه وجاب فلوكه ونزلوا في البحر، قام طلع عليهم القرش، عملوا ايه؟ راح الواد راح القرش كده راح جنط عليهم، راح الواد مسك السيخ اللي كانوا بيشوا عليه، احد يضرب في القرش كده، راح العيال راحوا نازلين في الميه، والواد بقى يصفر للقرش، القرش يطلع الواد يروح ضربه من ظهره، والواد يغطس، يطلع واحد تاني يروح مصفر له يروح ضربه من ظهره، وقعدوا كده طول اليوم. ولعوا الفحم ازاي جوه الميه؟ وانت فارق معاك الفحم يعني؟ هو في قرش اصلا في البحر الابيض المتوسط؟ ايه ده يا جماعه انتوا ما بتقراش ولا ايه؟ ده القرش مرطرط عندنا كده على الشط. لا ما بنقراش. ولعوا الفحم بايه؟ بزلطتني يا خايا. ليه؟ بفتح مخك معانا كده. من ايام الفراعنه؟ والله العظيم فكرتني. انت تعرف ان انا جدي الكبير هو اللي اكتشف حجر رشيد وفك كمان رموزه. حجر رشيد وفك كمان رموزه؟ بس نسبوها لاسمه ايه ده؟ شامبليون. هو ده الشامبليون. وعرفت ازاي يا اختي؟ قد كان ناقش اسم على الحجر يا خايا. الله شيخ ارحمينا بقى.
كام يا اخويا لو سمحت؟ الساعة واحدة يا عم الحاج. طب تعرفوا بقى ان كان في مرة واحدة عندنا في البلد كانت ماشية على الترعة طلع عليها واد حرامي، تفتكروا عملت ايه؟ راحت مطلعة المسلم بوق ايه؟ راحت مسرحة الواد، طلعت الكلمة خلاص يا ستي لا واحدة ولا اتنين. كان في بقى اتنين ماشيين عندنا في البلد برضه، راحت وقعت عليهم طيارة. كانت واقعة منيلة بستين نيلة. هي منيلة بقى على اصل كان سواقها أعمى، عملت حفرة كبيرة في الأرض، جم بقى عشان يطلعوا العيال ما عرفوش من الأنقاض، قعدوا يحفروا 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 عشان لقوا جثة العيال مستنية. بس 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 نزلني يا اسطى في أي حتة يا اسطى نزلني. نزلني يا عم خلي عليا أنا المرة دي خلاص يا باشا. اوعى يا عم اوعى يا عم نزلني يا عم. أنت هتنزل هنا ولا محطتها أصلا؟ يا عم نزلني يا حبيبي مش خلاص يا باشا رايح فين بس مش يا باشا استنى والباقي يا عم طيب باقي مين يا عم مش عايزه سلام يا باشا مش يا عم اطلع يا عم انت يا عم مش يا عم مش يا عم انت يا اخويا المركب اللي تودي ده رغاي قوي هو برضه اللي رغاي اشغى منك لله اصل حكايه ابو العربي ابو العربي مش مجرد اسم بيطلق على شخصيه كوميديه لا الاسم ده موجود من زمان من ايام العدوان الثلاثي على بورسعيد سنه 1956 وحي العرب اتسمى حي العرب نسبه للعائلات اللي جايه من الشام ومن فلسطين اللي كانت ساكنه جنب الصعيده اللي ساهمت في حفر قناه السويس بجانب البنبوطيه اللي هم سكان المدينه الاصليين اللي كان واضح ان مهاجمات المقاومه الشعبيه كانت بتنطلق من حي العرب باتجاه الحي الافرنج اللي كان بيسكنه الاجانب وهنا جت كلمه ابو العربي وهي كلمه مرتبطه بالمقاومه الشعبيه وبالنضال وكان بيحرص الاهالي على تسميه موالدهم باسم السيد العربي او عربي لان الاسم دوت مرتبط بالمقاومه وبمواجهه الاخطار ابو العربي شخصيه فلكلوريه ارتبطت بالاعمال الخارقه او زي ما بيتقال كده الفشل وعدد كتير من البورسعيدية كانوا بيتكلموا عن أجدادهم ضد الاحتلال الإنجليزي وكانوا بيألفوا قصص وبيقولوا حكايات مخالفة للواقع بس في النهاية الاسم مرتبط بالنضال وبالمقاومة بس مع مرور الوقت اتحول الاسم اللي مرتبط بالنضال وبالمقاومة لنوع من السخرية وبقى يتذكر في عدد كبير من الأعمال الفنية والنكت اللي كان بطلها أبو العربي وبقى في عدد كبير جدا من البورسعيدية استاءوا واتضايقوا جدا من الموضوع دوت وإن تحول الاسم المرتبط بالنضال لاسم بيطاردهم في كل حتة بيروحوها بدافع السخرية وحنلاقي الإعلام لعب دور كبير جدا في توجيه المعنى الخاطئ وإنه ما لفتش انتباه للمستمع ولا المشاهد في توجيه المعنى الصحيح ده بخلاف السينما طبعا وهنا هنلاقي ان في ابحاث اثبتت ان الفشر مش هي الصفه السائده في بورسعيد لا في صفات تانية كتير جدا وحلوه جدا زي الرجوله والجدعنه والعزه والكرامه وحب الوطن وان هم بيقاوموا اي نظام حكم فاسد